يقول: هل يجب على المسلم أن يكون ملتزما بأحد المذاهب الأربعة؟ يجب على المسلم أن يلتزم بالحق، أن يلتزم بالحق، فإن كان عالما فإنه يلتزم بما قام عليه الدليل، وإن كان عاميا أو مبتدئا يسأل أهل العلم من أهل السنة ويأخذ بقولهم، ممن يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله، قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن ذلك الانتماء إلى أحد المذاهب الأربعة، لا بد من طالب العلم أنه يأخذ العلم عن طريق أحد المذاهب الأربعة حتى يتحصل عنده علم غزير يستطيع به أن يستقل بمعرفة الأحكام. أما ما دام أنه ما يستطيع الاستقلال بنفسه فلا بأس أن يسير على أحد المذاهب الأربعة ويسأل أهل العلم. نعم.